برنادت ابتدي. صوفي انت بتخاف الاماكن العاليه؟ اه بخاف من المرتفعات. بس انت دلوقتي احسن صح؟ الحمد لله. ممكن اعلقك؟ ابن الجيران اتقبض عليه امبارح شمام. هي 8 يا 16 اجابه. ايه 8 8 حسب سمعتها مره ولا مرتين؟ طيب في حاجه تقال في حضانه والجيم تقيله. مالهمش في الطيب. يا قلبي يا طيب بتغنيها ليه مكمله؟ ماذا لو نزلت ديت مع روبوت هطفيه؟ واقف مصدوم في مرايتي حبايبي لا تلوني في حكايتي بحاول اخبي دموعي. صح غلط صح؟ لا مش صح وغلط ده علل ده علل علل. ممكن كمان حاجة مشتركة ينفع نقولها انه لا لا دي نانسي صاحبتنا بنلملها عشان حامل. لما بتسافر اي بلد بتحب تجرب الكشك اللي فيها. ده حقيقي الكشك كشك البلد هو عباره عن البلد ذات نفسه والشعب ذات نفسه. طب ما تفك كده. اسم الفريق بتاعنا ايوه ساقط ولاحق. ايه اللعبه المفضله عند حمدي الوزير؟ هو عايز اتمرن حاجه. اي رياضه زوجيه. فانا عرفت ان انت بتحب الارقام والماث والحاجات دي. اه قوي. طب ما تيجي مكان الاكس. علاشات عن ديزني. ليه والت ديزني ما بيعرفش يسوق؟ ليه؟ عشان كان بيكسر. هي بعد ما عضيته قالت ايه الجمال ده. انا عندي مشكله ممكن تساعدني احلها؟ اكيد. ممكن تبقى نص التاني؟ ممكن. مطرش انا بختفي او يعني الناس مش شايفاني. حاجه حاول انا بقى. عندك كلاب؟ عندي. عندك كلاب؟ عندي اصحاب كلاب. عشان برناديت بتبقى واقفه قدامها. لخبطت البرامج. مفيش حاجة تتقال في الحضانة والجيم؟ أيوة. 1 2 3 4 لا لا يا حاجة تتقال في أول ديت في المستشفى؟ المريض فين؟ لما يكون حد لزوز كده. حلوة برضه. حلوة اختصار كلمتين والله. لزوز مش في القاموس العربي يا استاذ بعد اذنك طلعها. قوليها له من القاموس. لزوزا. بتحب الفوازير؟ اه. ممكن اقول لك فزوره؟ اكيد. مين اللي بيقع ما بيتعورش؟ مين؟ اللي بيقع في حبك. عنده سوبر باورز؟ ينفعش تتقال لحد عنده سوبر باورز؟ تورينا حاجه كده. كمين ليها معنيين، معنى حرفي ومعنى انا عايزه اروح. انا سمعت ان انت ما بتحبش عصبيه. جدا ما بحبش عصبيه خالص. طبعا عليه في خدودك دي. ماشي. اغاني تعبر عن السوبر باورز. والفيلم فيه بياخدوا حبايه كده. فاي اغنيه لدوا ليبا هتنفع؟ الفرخه وهي نازله التمرين بتلبس ايه؟ ايه؟ البكبك. افلام تعبر عن اول ديت. واحد تاني. ماشي. اي اغنيه تتقال ايه؟ اغاني مش عارف. طيب على الزلزال مش اي سبب يخليك تكملوا. عارفين اكتر لون بكرهه؟ ايه؟ بامبي. ماشي. وايه بقى التانية؟ وايه كمان؟ انت برج ايه طيب؟ قول لنا انت برج ايه؟ ايه اكتر اكلة بتحبيها؟ حلو. ممكن ندخل رومانسية انا وهي؟ لا ما تعملناش فيها طرزان. ايوه فهمت. حلوة حلوة.
يعني سخنت الحرقة. يا براد لا اللغة عندك ما حصلتش. لك قوة خارقة إني أتنفس تحت الماء. راحت؟ اه حلوة حلوة. مش أقوى نكتة. إني أخرق. أغرق. حاجة تتقال في أول ديت والمستشفى، إذا أنت جايب معاك ماما؟ ده حاجة. لا لا. Yeah!